بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة مشروع كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا مرة تانية في فيديو جديد ومشروع جديد إن شاء الله نشرحه لحضراتكم من جميع النواحي، فكرة عمل المشروع وأسعار الماكينات والمواد الخام المطلوبة للمشروع والمساحة المطلوبة لتنفيذ المشروع وكمان رأس المال المطلوب للمشروع وطرق التسويق وتوزيع المنتج. بس في البداية لو أول مرة بتشوف القناة أتمنى ويشرفني أنك تشترك في القناة، وكمان لو حابب أن يوصلك جميع الفيديوهات والمشاريع أول بأول بتفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بلايك عشان ده بيفرق معانا جدا في ظهور الفيديو، ودي الحاجة الوحيدة اللي بتعوض المجهود المبذول في عمل الفيديو. ان شاء الله نتكلم على المساحة المطلوبة للمشروع في هذا الفيديو، ونتكلم كمان على رأس المال المطلوب عشان تنفذ المشروع وطرق التوزيع. والمنتج بتاعنا النهاردة بيتسم او بيتميز بانه منتج قابل للتصدير، يعني ممكن تصدره، فهنتكلم برضو على جزئية التصدير، وكمان نتكلم على هامش الربح، وان شاء الله هنشرح مع بعض كده دراسة جدوى مبسطة من احدى الشركات. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على مشروع من المشاريع اللي بيتصف بالامان، ودرجة الامان فيه بتبقى عالية جدا، عشان كده هو منتج مهم لاي حد بينشئ بيته او شقته او فيلته او منزله بوجه عام. تعتبر الابواب المصفحة واحدة من الابواب اللي عليها اكثر استخدام في الفترة الاخيرة، ده طبعا لدرجة الامان الفائقة اللي بتتمتع بيها الابواب المصفحة. وعلى الرغم من الابواب كتير دلوقتي الا ان عدد المصنعين مش كبير، فعشان كده لازم تهتم بهذا المشروع لو عندك رأس المال المناسب، وكمان تهتم بالسعر التنافسي والجودة المرتفعة للمنتج. بيتميز المشروع بالمرونة في الانتاج لان الانتاج اشكاله عديدة وله طلبيات خاصة. هنيجي نتكلم على حاجة مهمة جدا في المشروع، وهي الدراسة المالية للمشروع. الاستثمار المبدئي للمشروع، عندنا الماكينات المستخدمة او الاصول الثابتة في هذا المشروع، مكبس هيدروليك قيمته 1.5 مليون، مكبس سنتريك وده في حدود 100,000، كل الاسعار بالجنيه 100,000 جنيه، كومبرسور هواء 10,000 جنيه بيحتاج 2، ومسدس ربط بنحتاج 10 ب 5,000 جنيه المسدس الواحد، ماكينة تشكيل الواح واحدة 625,000 جنيه، تناية هيدروليك واحدة سعرها 100,000 جنيه، مقص كهربائي بنحتاج 10 سعر المقص 2,000 جنيه، بنش تخريم واحد بس 800,000 جنيه، خط دهان الكتروستايك هنحتاج 5 ب 5,000 جنيه، ماكينة لحام 3 القيمة الماكينة الواحدة ب 10,000 جنيه. يعني لو جمعنا كل الماكينات او الاصول اللي احنا محتاجينها اللي هي في حدود 3,471,000، ده طبعا بالاضافة لحاجات زي الاساس المكتبي اللي احنا محتاجينه واجهزة الكمبيوتر واجهزة التكييف وتأسيس الشركة في حدود 100,000 جنيه تقريبا، او من 90 ل 100,000 جنيه. الحاجة الثالثة في الدراسة الفنية للمشروع، رأس المال او السيولة اللي بتكون معاك في حدود 1,400,000، يعني الاستثمار المبدئي في حدود 5 مليون لهذا المشروع. عندنا في مصر، مصر صدرت ابواب مصفحة بداية من عام 2015 لغاية عام 2019 بقيمة تقريبا 14.4 مليون دولار، وطبعا في ثورة عمرانية في مصر حاليا، فمن المتوقع زيادة الطلب على منتجات المشروع. على المستثمر اللي يبدأ في بداية هذا المشروع انه يخطط كويس جدا لهذا المشروع، انه يكون في منطقة صناعية قريبة من الاماكن السكنية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكمان التسويق المباشر من خلال البنرات الإعلانية والتسويق الإلكتروني من خلال موقع إلكتروني خاص به. المواقع الإلكترونية المخصصة للتصدير والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والإنستجرام والتويتر. الدراسة الفنية للمشروع، بالنسبة للمساحة واللازمة لهذا المشروع، المساحة لا تقل عن 1,000 متر. المواد الأساسية للمشروع عندنا رقم 1 صاج مجلفن ومقاوم للحريق، صوف زجاجي، مسامير، جلب، اكسسوارات، عين سحرية، أكر، مقابض، مفصلات، كالون أمان، كالون إغلاق ذاتي إلكتروني، وكالون يفتح بالكارت، في 3 أنواع من الكوالين. الخامات المساعدة دهانات إلكتروستاتيك، دهانات إيبوكسي، جلب كاوتش لمنع الأتربة، مواد لحام ومواد دهان. مراحل دورة الانتاج، رقم 1 تحديد المقاس. في البداية يجب ان يكون هناك زيارة ميدانية للمنزل او الشركة اللي هي هتركب الباب عشان تحدد المقاسات الطول والعرض.
رقم 2 تحديد التصميم. في تصاميم كتير جدا المفروض تكون موجوده عند صاحب الشركه ان هو بيخلي العميل بيختار منها. رقم 3 قص صاج الحديد. في البدايه بيتم قص صاج الحديد الى طول العرض اللي تم تحديده قبل كده. رقم 4 تدعيم الصاج بكمر. بيتم تدعيم الباب بكمر لزياده الامان وضمان عدم امكانيه كسر الباب. رقم 5 تركيب الكوالين المفصلات والطلاء. بيتم تركيب الكوالين المفصلات والعين السحرية حسب اختيار العميل، هل الكلام بمفتاح او كارت او بصمة. بيتم بعد كده طلاء الباب بمواد كيميائية لمنع الصدى من الحديد. رقم 6 تركيب طبقة خشبية فوق الباب الحديد. في هذه المرحلة بيتم تركيب طبقة خشبية فوق الباب الحديد عشان يكون اكثر جمالا بناء على التصميم اللي اختاره العميل. رقم 7 عمل حلق الباب. رقم 8 التسويق. لازم بنحدد قطاعات السوق والعملاء المستهدفين. بنحدد كمان قنوات التوزيع وسياسات التسعير والدعاية والإعلان والبيع المباشر والمقابلات الشخصية وغيرها. طبعا قبل كده احنا قلنا ان موضوع التسويق الإلكتروني من اهم القنوات التوزيع اللي انت ممكن تبيع من خلالها. ولكن على الرغم من ان الابواب المصفحة في حاليا في شركات كتير بتبيع هذا المنتج الا ان عدد المصنعين مش كبير. فعشان كده لو عندك رأس المال المناسب لهذا المشروع يجب عليك الاهتمام بالتصنيع والاهتمام بالسعر التنافسي والجودة المرتفعة للمنتج. في نهاية الفيديو انا طبعا بعتذر ان المعلومات مش كتير، لكن دي المعلومات اللي قدرت ان اتوصل اليها من خلال البحث عن هذا المشروع. طبعا المشروع ممكن لو مكلف بالنسبة للتصنيع، طبعا التصنيع اكيد مكلف لان زي ما قلنا رأس المال يعني بتعدى 4 مليون بالنسبة لشراء الماكينات والمكان والعمالة. طبعا ممكن تبدأ بالتوزيع، انت تشتري المنتج او تشتري الابواب المصفحة جاهزة من مصانع كتير في مصر موجودة، او ممكن تستورده تكلفة اقل. طبعا تبدأ بموضوع التوزيع بشراء المنتج مباشرة ويبيعه للعملاء مباشرة. التوزيع طبعا تكلفته اقل، مفهوش انتاج، مفهوش مكان بالنسبة للتصنيع، مفهوش مكان، مفهوش عمالة كتير، بتبقى تكلفته اقل. طبعا زي ما اتفقنا في البداية ان القناة عندنا بنشرح اكتر من مشروع، اكتر من تكلفة، باكتر من مواصفات فنية. فاحنا بنديك فكرة المشروع مش اكتر، واللي حابب ان هو او شايف ان المشروع مناسب ليه من الامكانيات المادية والفنية ان هو يبدأ المشروع، بيبدأ ان هو يبحث عن طريق دراسة المنتج ودراسة الموضوع اكتر على ارض الواقع. ان هو بيبدأ ينزل السوق ويشوف الطلب والعرض، بينزل يشوف الطلب في السوق، هل المنتج مطلوب في السوق بشكل كويس او بشكل كبير، اسعاره كام، المواصفات ايه، الاختلاف في المواصفات والاختلاف في الاسعار. بيبدأ ان هو ينزل برضو بينزل للسوق للمصانع المصنعة لهذا الابواب ويشوف اسعارها كام، ويشوف التكلفة بين ثمن الشراء وثمن البيع، وبالاضافة طبعا تكلفة النقل، تكلفة التخزين، تكلفة المندوبين لو كان عندك مندوبين. بيبدأ يحسب الايرادات ناقص المصروفات، يبقى هو ده ربحك. اتمنى تكون فكرة المشروع وصلت. طبعا احنا زي ما اتفقنا في البداية بنعرض مشاريع برأس مال قليل ومشاريع برأس مال متوسط ومشاريع برأس مال عالي. ده من المشاريع الاستثمارية العالية اللي حابب ان هو طبعا يبدأ في التصنيع. طبعا زي ما قلنا ان بداية اي مشروع ما تبدأش بشراء الماكينات مباشرة، لا، انت بتعمل دراسات زي دراسة الطلب والعرض ودراسة الجدوى، بتاخد وقتك في الدراسات عشان تجهز المشروع. اتمنى ان يكون المشروع او فكرة المشروع وصلت لحضراتكم. انتظرونا ان شاء الله في فيديوهات جديدة. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.